لا لا لا، مساء الخير على حضراتكم متابعي تلجراف مصر. يعني تطورات جديده في الحاله الصحيه للكابتن احمد رفعت ابن قريه ابشان من مركز بيئه لمحافظه كفر الشيخ. نحن الان في قريه احمد رفعت في قريه ابشان، مسقط راسه الذي تربى ونشا فيها حتى الرابعه من عشر من عمره، ثم غادر بعد ذلك ليشق طريقه الكروي. كابتن عمرو عبد الجليل مدرب نادي غزل المحله الاسبق واحد اللاعبين البارزين من قريه ابشان، احد اقاربه وكذلك صديق شخصي لاحمد رفعت، سوف يتحدث عن الحاله الصحيه لاحمد وكذلك التطورات الاخيره طبقا للتقرير الطبي المكتوب لاول مره. كابتن عمرو بنرحب بحضرتك. قرب المايك يا جماعه عشان ده قرب الكابتن عمرو. يعني عاوزين نعرف اخر تطورات الحاله الصحيه طبقا للتقرير الاخير للكابتن احمد رفعت. الاول طبعا برحب بيكم في بشان، قريه بشان طبعا مسقط راس احمد وبلده طبعا واللي شهدت على نشاته، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا معاك عمرو رمضان. طبعا في الاول طبعا بطمن الناس وحابب اطمنهم طبعا النهارده بعد 7 أو 8 أيام كل الحاله غامضه، وطبعا الناس كلها في حاله قلق وعايزه تطمن على احمد، وطبعا كل الناس مش عارفه الحاله وصلت لايه. حابب اطمن الناس ان اول تليفون يجي لنا امبارح يعتبر في امل وفي نظره لما بعد كده فيها كل خير. الحمد لله كان النتيجه امبارح اطمننا، يمكن اول تقرير يطلع كتابي على ورقه من الدكاتره امبارح. كانت قبل كده الدكاتره يا دوبك بتطمن، كان في مضمون التقرير كان التقرير يمكن عملوا اشعه للقلب وعلى المخ. الامور الحمد لله تمام مستقره والامور كويسه. على الكبد الامور افضل وكويسه جدا. يمكن كانت المشكله بس مشكله في الكلى. طبعا احنا عارفين ان احمد بقاله يومين على جهاز الغسيل الكلوي، وطبعا اللي انا عايز اكده ان هو الموضوع الغسيل، يعني اكد للمتابعين ان هذه هي الحاله الاخيره والدقيقه لحاله الكابتن احمد. اخر حاجه عشان ما نسمعش اي كلام تاني، اي كلام. الحاجتين دول اللي لسه فيهم مشكله الرئه، هم خدوا عينه امبارح عشان يشوفوا نوع المضاد الحيوي اللي يمشي مع علاج الرئه. والمشكله الثانيه هي مشكله الكلى. طبعا احنا زي ما انا قلت ان هو بقاله يومين او ثلاثه دلوقتي على الجهاز الغسيل الكلوي، وهو موضوع استشفائي او موضوع تنشيطي. يعني هو ان شاء الله احمد بس يرجع لنا بالسلامه، يبقى الموضوع مجرد وقت بس، وبعد كده ان شاء الله يرجع. اللي ما قبل ذلك هذا التقرير كان هناك يعني عدم رؤيه كامله موجوده. بس كان كل يوم بكلام، كان كل بس كان اللي تقابله في الشارع يقول لك كلام، الدكاتره بتقول كلام، اخواته ذات نفسهم كانوا بيقولوا كلام. فكان الموضوع ما كانش واضح للناس كلها، لان كانت الحاله مش مستقره. كان كل الناس احنا الناس بتصبر اخواته هناك ووالدته بتصبرنا كلنا، بس كانت الحاله بالنسبه لنا كلنا ما كانتش مستقره. يمكن انا عايز اقول ان استقرار الحاله في الاول في دكاتره وفي ناس متخصصه بشكل كويس هناك، بس وصول احمد ان يبقى في امل حتى لو بسيط، هو دعوات الناس اللي اجمعت كلها على حب احمد وعلى الحاله اللي كانت مؤثره بقالت 7 أو 8 أيام في الشارع المصري. الدعوات دي بصراحه اللي هي يمكن الناتج او النتيجه الاكبر كانت بالنسبه للناس هي الدعوات دي. ما حدث امبارح، انت قلت ان هو ضغط عليه الدكتور، ممكن تشرح لنا الموقف؟ هو امبارح كان يمكن بدا يبقى في حاله فوقان امبارح، او هو ان هو الدكتور عايز يشوف درجه الوعي عنده، فقال له لو سمع كلام اضغط على ايده، فهو ضغط على ايده. وبعد كده حتى في مساله هو حصل حاله اغماء بعد كده. انا عايز اوصل للناس انه في وقت من الاوقات هو بيبقى في حاله تخدير لحمه كامله، لان هو في لسه مشكله في الكلى. قرب المجلس. في مشكله لسه في الكلى وفي مشكله في الرئه. فانت طبعا الطبيعي ان انت مش عايز احمد يعمل اي مجهود، فعايز استقرار في الحاله. فهم شايفين ان وجود احمد في المكان واستقراره وعدم حركته ان هي دي هتبقى الانسب الفتره دي لحد ما يشوفوا علاج مناسب للرئه ويبقى في تنشيط او في استجابه للكلى. عاوزين نطمن الناس عن الخدمات الطبيه اللي موجوده وتوفير النادي ليه بالنسبه لاحمد. بس في ناس بتقول لك ان ممكن يكون لما راح مستشفى زمزم وكان ممكن يروح في مكان افضل. هو كرم ربنا ان المسافه من الاستاد للمستشفى ما خدتش 5 دقايق، ما كانش عندك حلول تانية ان انت توديه حاجه اعلى. هو في المستشفى بس جاله اعلى الاجهزه. يمكن كان انا بشكر طبعا من خلال اللقاء الاستاذ محمد مصلحي والجهاز المنتخب المصري
ونادي مودرن بالكامل، وزير الشباب والرياضه، الناس دي جابت اعلى دكاتره موجوده في مصر، موجوده اعلى الاجهزه في مصر موجوده وفي العالم، بالتالي احنا عندنا تقنيات صحيه عاليه جدا. طبعا كل حاجه متوفره. ويمكن انا سمعت تصريح امبارح الاستاذ وليد يعبس على احد القنوات امبارح بيتكلم، فبقول احنا عندنا الامكانيات لو في حاله استقرار ان هو يقدر يتحرك من مكان ويتنقل لمكان تاني، احنا نودي اي مكان في العالم. بل احنا انا شايف ان الدكاتره الموجودين عندنا في مصر قايمين بدورهم على اكمل وجه. الحاله اللي وصلها انت ممكن لو في حالات تانية ممكن يبقى ان توصل لمكان تاني او تبقى في خطوره اكبر. لا، الحاله اللي وصل لاحمد او الاستقرار اللي وصل له بعد 8 او 9 ايام فنتيجه للمجهود المبذول اللي احنا مش عايزين نبخل بيه او نقوله او ننكره ان في مجهود مبذول من الجميع، حتى من الدكاتره ومن الناس الموجوده. مش عايزين نقلل من الناس الموجوده عندنا في مصر، لا، عندنا دكاتره متخصصين كويسين. رحله احمد بقى القرويه بدات من قريه ابشان، يعني عرف الناس في رحلته من هنا وطلع من سنه كام مثلا موجود القرويه يعني. احمد انا عايز بس اعرف الناس وعايز اكد للناس، احمد بدا حياته زي اي حد بيبدا من الارياف، حد طيب وحد والده رحمه الله عليه كان عايز نفسه يشوفه، حلمه ان هو يشوفه لعيب كوره ولعيب كوره كبير، وده اللي احمد قدر يحققه لوالده. توفى وهو عنده قد ايه؟ توفى تقريبا وهو عنده 16 او 17 سنه. تمام. احمد بدا هنا اللعب في الملاعب الترابه زي اي حد في المدارس، بعد كده راح اكاديميه من هو 9 او 10 سنين في المحله مع كابتن ناصر النني والد محمد النني، بعدها بسنتين راح سنه اكاديميه في غزل المحله مع كابتن لطفي الشناوي رحمه الله عليه، وبعد كده بعد السنه دي راح نادي راح النادي الاهلي. الاهلي ده كان معاه صالح جمعه ومعاه محمود كهربا في السنه اللي اتلغت فيها الفرقه دي، وراح انبي مع كهربا ومع صالح. احمد بدا تحقيق حلمه من خلال انتقاله لنادي انبي، وبدا نجوميته، بدا يبقى من كباتن نادي انبي ومن اللعيبه المؤثره في منتخب مصر. احمد تعب، شقف في ملاعب ترابه ولعب في مدارس ولعب في كل مكان لحد ما حقق حلمه. احمد كان من بلد بنعتز بيها كلنا وبنفتخر اللي بيها. قول عرف البلد بشان، هي قريه في مركز بيلا بنفتخر بيها كلنا، ان هي طبعا بلدنا بشان، قريه بشان، مركز بيلا، محافظه كفر الشيخ، محافظه كلها ولاده باللعيبه في المنتخبات ولاعيبه كبيره. احمد تعب، وده من خلال البث اللي بيتفرج عليه شباب مصر كلهم. احمد طالع من بلد ارياف، واحد حلم بحاجه وحققها وتعب عليها، كان اهله كلهم نفسهم يشوفوا لعيب كوره، هو حقق الحلم ده لحد ما وصل له. وكان هنا في المدرسه لحد في المدارس هنا لحد سنه كام موجود؟ يعني احمد واخد الاعداد من هنا لحد هو سافر القاهره. احمد كان في البدايات بيروح وبيجي لحد ما هو استقر، بقاله دلوقتي من يمكن من تاني سنه او تالت سنه في انبي، ما مستقر في القاهره. مكان كان والدته واخواته هنا، وبعد كده هو بعد خدهم، بقاله اكتر من 12 او 15 سنه موجود في القاهره بالاسر كلهم بالكامل هناك في القاهره. يعني كابتن عمر طبعا لخص لنا الحاله الصحيه للاعب احمد رفعت، ربنا يشفيه طبعا، تلخيص كامل، والتقرير الذي صدر امس الدقيق والنهائي بالنسبه لي حاله القلب والمخ السليمه، وكذلك بعض يعني العراقيل الطبيه في الرئه والكلى، كما اشار كابتن عمر احد قريبه وصديقه الشخصي ومدربه، يعني احد مدربينه السابق، تحدث عن يعني ان احمد عافر وتعب من داخل قريه طبعا يبشان التابع لمركز بيلا في محافظه كفر الشيخ، هذه القريه التي انجبت الكثير من اللاعبين في الانديه المصريه حتى وصل الى منتخبنا كاحد لاعبين منتخبنا القومي. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى الدعاء. يعني قريته كمان يا كابتن عمرو انتوا بتدعوا له في صلاه التراويح، يعني انتوا بتدعوا له دايما في صلاه التراويح والكرة المجاوره كمان؟ اكيد طبعا. ده بص انا مش عايز اقول لك من اول يوم، واحنا يمكن في كل الناس في كل الصلاه مش على قد التراويح بس، انا بقابل الناس في الشارع ما بيعرفش عن الكوره خالص ولا يعرفوا اسماء لعيب، بتيجي وهي ماشيه في الشارع لاحمد وبتسال عن حالته وبتطمن عن حالته. ناس بتكلمني من بره كفر الشيخ اصلا، من بره المحافظه، بيقول لي ان احنا كلنا في صلاتنا بندعي لاحمد، كلنا الناس الغلابه، الناس اللي ماشيه مش عايز اقول لك ما
ما لهاش دعوه بالمجال الرياضي خالص، كلها بتسال على احمد وبتطمن عليه وبتدعي له، كلنا بندعي له. وطبعا كرم ربنا اللي انا بقول لك عليه ان حب الناس ده لا يقدر بمال الدنيا، ان الناس كلها تدعي لك يا احمد، وان شاء الله تقوم بالسلامه كده وتقوم بخير وتعرف وتشوف قد ايه الناس كانت بتحبك وبتدعي لك ان شاء الله. هنا في قريه تبشان مسقط راس اللاعب احمد رفعت، ولد احمد ثم تربى وصار حتى السادسه عشر من عمره، ثم انتقل لعدد من الانديه، دخل فيها مدارس القريه، لعب على الملاعب الترابيه، لعب ما بين الحارات والازقه في قريه تبشان التابعه لمركز بيلا في محافظه كفر الشيخ. نقلنا لكم الحاله الصحية الدقيقة من أحد أقاربه وصديقه ومدربه كابتن عمرو من محافظة كفر الشيخ خير الله فؤاد. دائما يعني ننقل لكم كل ما هو جديد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه في هذا الشهر المبارك.